بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فقال فليس مني، أو كما قال مصنف بشرى صدر سلم بنت علی افضل احمد صاحب وکیل کی وکالت میں دو گواہوں کی گواہی سے وکیل